الاف اي كاب حين يستضيف نيوبورت كانتري الفريق الذي يتواجد شمال ويلز متصدر البطولة في الدوري الانجليزي الممتاز. مانشستر سيتي مباراة نعم في اجواء احتفالية في هذه المدينة الصغيرة التي كما ذكرت تواجد في شمال ويلز في ملعب صغير متواضع في مدرجات تصل الى 8000 متفرج. وكما لاحظتم في نيوبورت لا شك بانه عيد لكل كثيرا بالنسبة لمانشستر سيتي. الكرة العالية الان الخطيرة وصلت الى ديفيد سيلفا ينقل الكرة في الجهة اليسرى لروا سانه الكرة لكن خلونا نشوف الركنية من رياض محرز امامية عالية. ستونز يحاول هذا الفريق يعني انه محتاج ثلاث درجات لكي يصل الى في الاعادة هناك يصبح الاكسترا تايم. لكن هنا لدينا الان محاولة لأود وبعد ذلك يبدأ الله يا رياض الله يا رياض عمل كسرة بالكرة عمل يعني فنت باللقطة الماضية. شوف الله على المهارة من رياض محرز وحارس المرمى جو داي يبعدها الى ركلة زاوية لمصلحة مناطق من هذه الملاعب من هذه الدرجات. هنا لدينا فرناندينيو يوسفي والكر زين وهنا لدينا كرة خطيرة عند الدقيقة 14 كاد نيوبورت ان يسجل في مرمى مانشستر سيتي من خلال الكرة الماضية الخطيرة لذلك الخطر ايضا على مرمى مانشستر سيتي. زيجينكو في الجهة اليسرى في ارضية الملعب الكرة التي وصلت سددت بهذه محرز رياض يمر عادي رياض وتسديدة قوية من رياض يعمل نفس الامر بالخطورة التي يقوم بها رياض محرز لكن لثاني مرة جو داي ينقذ مرمى نيو بورت بهذه التسديدة التي كاد رياض محرز ان يسجل من خلالها هدف مانشستر سيتي الاول. هاتي سيلفا ينقلها الى رياض محرز يبي يسدد رياض يسدد الله على كرة رياض الى خارج ارضية الملعب. تجد رياض يريد ان يسجل يريد ان يثبت لي بيبي غوارديولا بانني قادم بانني موجود وبانني قادر على انقاذك في هذه المباراة الصعبة من حيث الملعب والجمهور نعم والاجواء. رمية جانبية خطيرة على مرمى مانشستر سيتي وهنا الخطورة لها عن نيوبورت. هنا الكرة المنقولة من فرناندينو في الجهة اليسرى خطيرة سانه لكن هناك راية وتسلل على لروا سانه. شوف هذه ما اعتقد لا والله يعني ما اعتقد ان لروا سانه نقلة حاضرة موجودة كرة امامية لكنها ارديد يمررها الى ديفيد سي الله لا 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 يا لروا سانه الكرة الماضية كان بالامكان ان يسجل مانشستر سيتي. شوف هنا لديك الاستلام وبعد ذلك التمريرة الى ديفيد سيلفا في المكان السليم الذي من المفترض لامست العارضة الكرة نهاية احداث شوط اللقاء الاول. الكرة العالية رأسية سيلفا تدخل على جابرييل جيسوس مطالبة بخطأ لكن الخطأ يأتي الآن لنيوبورت لأنه في الكرة الأولى حكم اللقاء لم يرى بأن هنا لا والله صفر أندريا ميرنر بأن والله خطأ أولا كان إلى ديفيد سيلفا في الجهة اليمنى فودين يتحرك في المساحة وبعد ذلك لدينا الآن المحاولة للرواسني للهدف الأول والكرة التي صدت في الدفاع مطالبة بركلة جزاء لكنها بعد ذلك تبعد. إذا الضغط الموجود العمل الموجود وهنا رمية جانبية يشير إليها حكم المباراة أندريا ميرنر واضح يبدو بانها لمست رواسنة خطيره الان الخطوره زيتشينكو في الجهه اليسرى خلاص هي ثواني قليله
وينتهي شوطي اللقاء الأول. نعم مشاهدينا الكرام بالتعادل السلبي نتيجة يراها مايك فيلن نتيجة إيجابية وحتى الجماهير كذلك، في حين أن بيبي غوارديولا سيسعى إلى تصحيح الأمور في شوط اللقاء الثاني. أعود للزميل جهاد بوشنب. في استحوذ على 78% من المباراة أو على الكرة مقابل 22% لنيوبورت. إدرسون دانييلو ستونز أوتاميندي، وهنا الكرة التي تلعب من فرناندو لاعب الكرة العرضية التي يجيدها هذا الفريق الكرات الهوائية، لكن من الليكتو شوفونا الكرة التي تلعب وتبعد من قالك لماذا لا أسجل أولا. هنا كرة دانييلو بعيدة، الكرة السريع هو مفيد جدا، وهنا لدينا أول الأهداف تأتي الآن مشاهدينا. لروا سيري يسجل لمصلحة مانشستر سيتي بعد تسديدة قوية حاول معها جودي، لكن لروا سيري بقوة الكرة أصبحت تتهادى في مرمى نيوبورت كانتري، وهنا جماهير السيتي المتواجدة والسعيدة. أخيرا سجل السيتي الكرة التي لعبت، أخذها جاء أن يتقدم أن يجازف، لكن مع مين؟ مع فرق تعرى. الله يا دانييلو يسدد الكرة الماضية، يسارية قوية من دانييلو، وبرافو جو داي أيضا ينقذ المرمى على أحداث شوط اللقاء الثاني. اليمنى رياض محرز رياض ينقلها بامتياز، الله على كرة لمصلحة مانشستر سيتي. هذا رياضنا يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة زاوية، لكن شوف كم تمريرة قبل تسديدة دانييلو في القائم، عادي 25-30 تمريرة للرياض. رياض 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 الأولى يا رياض، وسدد رياض إلى خارج أرضية الملعب، يعني باليسرى يا رياض في الزاوية البعيدة. أعتقد كان من المفترض أن يسدد رياض من خلال شوف هذه خلاص خلاص خلاص، زودها شوي محرز إلى خارج أرضية إدرس. أوه كاد أن يقع بالمحظور إدرسون في الكرة الماضية، نعم كاد أن يقع بالمحظور، لكن شوف الآن يأتيك الحل من مين؟ من جابرييل جيسوس. شاف لا في ضغط موجود، نزل وأعطى المساحة شيهان. نعم شيهان لاعب الويلزي جوش شيهان رقم 16، نادي تاريخيا يفعل ذلك، وثاني واحد بعد التسع راح يكونون اساسيين في اللقاء القادم. هنا لدينا محاولة، الله فودن يأتي بالاطمئنان، نعم فودن يسجل ويسجل ويجعل مانشستر سيتي في مأمن فيليب. شوف ان في فريق قادر، نعم ما قادر، واعتقد ربما من اللي راح يروح في العمق بيك مخلة تشامبيونز لعب كل المباريات حارس على رياض ان يبذل. يبناه بعين على ما يبدو، الآن يسجل نيوبورت كاونتي هدفا في ما يعيد القلق لغوارديولا. فودن يا فودن فودن يا فودن فودن يا فودن فودن يأتي وينقذ غوارديولا مرة أخرى. الله خلاص انتهت الأمور، هذا الشاب ب 18 سنة كلما سدد
وكلما تقدم سجل في مرمى نيوبورت. جودا ستونز يلعب الكرة الخطيرة الممتازة. رياض الله أخيرا سجل، محرزنا سجل وأحرز الهدف الرابع لمصلحة مانشستر سيتي. إذن محرزنا يفاجئنا ويسجل رابع الأهداف. نعم نعم، أربعة.